بالنسبة للرجل اللي بيحب واحدة شاب وعايز يجوزها، وبعدين اهله واقفين له في الموضوع مش موافقين عليها، وخصوصا والدته مش موافقة عليها خالص وقالت له لا، ومش عايزة تقدم حتى سبب واضح او تقول هي مش موافقة ليه، وهو اتجوزها، هل كده هو يبقى اغضب اهله او في حرمانية عليه وزر؟ لازم هنا هقول الرأي الشرعي ايه، ولكن في الاخر احنا لازم نقول للشباب حاجة عامة برضو، نقول لهم الجواز مش واحد وواحدة، يعني مش شخص، مش رجل وامرأة، ده عيلة وعيلة في الاخر، يعني أسرة بتتعرف على أسرة وبيتعاملوا على فترة طويلة جدا، وفي علاقة عمومة وفي أخوال وفي أجداد وفي موضوع، صح. مش فكرة شخص وشخص بس، هو زواج عيلتين، هو نسب بالظبط كده، هو ده النسب. يبقى احرص انا كزوج على ان العيلتين يبقى علاقتهم ببعض علاقه جيده وقابلين بعض، ده شيء في منتهى الاهميه. طيب في تعارض، في استثناءات طبعا للفكره العامه دي، في النهايه الرجل هو اللي بيتحمل وبيتكفل بمسؤوليه حياته الزوجيه، ومن حق الرجل والمراه اختيار شريك الحياه اللي هيعيشوا معاه. طيب يقدم اختيار شريك الحياه ولا يقدم بره بوالدته؟ اذا عرف يجمع بينهم يبقى ده خير، ما عرفش يستعين بالازهر الشريف، يمكن الازهر يعرف من خلال وحده لم الشمل ان هو يخلي الزواج ده بتراضي العيلتين والاسرتين، يقنع الام او الشخص المعترض بالظبط يعني. كده ما عرفش، واظن ده برضو مش متوقع قوي، لان عاده يعني الناس بتنصاع لشرع ربنا سبحانه وتعالى، وبتعرف ان اللي هو بيعمله ده لو تعنت لا يجوز، فبيسيبه ما بيكملش فيه، بيسيبوه ياخد التجربه بالظبط. فيستفرغ الوسع، لو ما استفرغش الوسع وما برش اهله يبقى هو عنده مشكله. في الاخر لازم يستفرغ الوسع، بعد ما يستفرغ الوسع وما فيش امل وما فيش سبيل. معلش انا مش سامع المصطلح، بعد ما ايه؟ يستفرغ الوسع يعني يعمل كل اللي في طاقته، يعمل كل اللي في وسعه، يطلع كل اللي في وسعه، يطلع كل اللي في وسعه، يوفق الامر ده بين الاسره. انا سامعاها فلوسها كمان. ايه؟ معلش انا اسف. الوسع نعم. طيب في اتفضل. في سؤال واضح ان الضمير بدا يصحى، الحمد لله ربنا قدرنا. هي ام بتقول انا غصب عني بغير عن ابني جدا من مراته، ومجرد الغيره يعني هي ما بتعملش حاجه عشان خاطر تضايقني، بس انا مجرد وجودهم قدامي دلعوا فيها، او حتى لو ما بيدلعهاش قلبي واجعني قوي وغيرانه منها، فلو ده بيأثر على علاقتهم لاني ساعات بسخنه، انا كده شايله ذنب اكيد اعتقد يعني. ده ايه كده؟ احنا كنا دلوقتي لسه بنتكلم على ايه، ليس منا من خبب امراه على زوجها. ده قلت لك انا امه بقى اللي مربياه. لا، اي افساد للعلاقه، وهي يعني هي محدده المشكله فين ومحدده الغلط فين وهي بتعمل ايه غلط، دورها بالتحديد ايه، فكل حاجه واضحه، فده من التخبيب الذي لا يجوز شرعا وعليه اسم بلا شك. ولكن الابن ده لازم حد ينصحه فيما يتعلق بعلاقته مع امه مع قدام زوجته، والعكس، لان هو ممكن يثير غيرتها فعلا، او ممكن هو يعمل حاجات بيقول بيها ان زوجتي رقم واحد. مفترض الانسان يراعي هذا الامر جدا، يبقى مع والدته يقول لها، يعرفها بالمعامله يعني وبالكلام ان هي رقم واحد في حياته، ومع زوجته يفهمها ان هي رقم واحد. دي مساله محتاجه حكمه وفطنه وذكاء اجتماعي وضمير عاطفي منه، ضمير صح.